السلام عليكم، صباح الخير يا جماعة الخير، كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله. رجعنا لكم بالحلقة، الحلقة الثانية، يوم الرابع أدري، يوم الرابع أتوقع. أهلين، هلا بالجار، صباح الخير، كيف حالك؟ طيب؟ هذا راشد، خلني بصوره دقيقة. وش المشكلة يا الربع؟ المشكلة ما في أحد راح يساعدني أدخل السيارة. يا أخي مشكلة، ما تعيش سولو مشكلة. انت تساعد نفسك، انت تسوي كل شيء بنفسك، حتى السياره اللي تحتاج فيها اثنين. انا شكلي والله بعيش لحالي بحياتي، حتى زوجتي انا اعتذر، شيلي قلبت عليها. ها طيب، في الحلقه اللي فاتت سامع انت حاط الجير بي، لا الجير ان خير، حرك سياره. الحين بنشوف هل الدركسون يفك ولا ما. يا ساتر يا الحوسه، الجير ان حط النكيد يا جماعه الخير، ترى من زمان اسوق انا، ايش فيكم؟ خلينا نشوف. ايوه اوكي، والله الدركسون مقفل، ولكن بنحاول نطلع السياره ونسحبها باذن الله ان شاء الله، يمكن عشان عترابس صاير ثقيل. وقبل ما نبدا يا جماعه الخير، لا تنسون تضغطون على اللايك، تشتركون في القناه وتفعلون جرس التنبيهات. فعلكم مقطع الاخير مره مره رهيب، مره رهيب. منها من هنا طلعت يا جماعه الخير. الحين نحط الكاميرا هناك ونلف الدركسون اقوى شيء ونحاول نسحبها برا. ساتر، شوف المكان اللي كانت واقفه فيه. بما ان طلعناها كذا يا جماعه الخير، الحين الله يسلمكم نسحبها بالشكل هذا ونجيب المستبيشي من هنا من قدام ونسحب السياره ونطلعها لم البايكه. دخلناها غصبا عنها. بنبدا الحين يا جماعه الخير حبه حبه في السياره. اول شيء ما احب السياره تكون فيها حوسه، لازم نطلع الحوسه، بعدها نفتح الكبوت، بعدها نشوف وضع الكهرب ونشوف الاشياء اللي داخل جوا السياره. طبعا كثير يقول سامة الحلقه اللي فاتت كلها بس يعني ركبت الكفرات، ولكن ترى يا جماعه الخير اقسم بالله العظيم ان الكفرات تعبتني تعب مو طبيعي. السياره عالقه في الارض، ارفع انزل، غير الاشياء اللي ما حطيتها، ترى حطيت لكم الاشياء اللي ضبطت معي بس. اي والله يا جماعه الخير. الشيء الثاني، ترى تصويري لهذا اللي تشوفونه كله والله العظيم انه عشانكم، ولا تعرفون انا محتواي مو بشكل كبير سيارات، يعني يمكن نقول 50% سيارات 50% محتوى ثاني، محتواي القديم اللي امشي عليه ومشاهداتي فيه مره قويه، ولكن عشانكم والله العظيم اني منزل التجديد هذا وما عندي مشكله اخسر. اي بالله. فالحين اللي راح نسويه، قلت لك راي راح نسويه، لا تنسى اللايك. ها لايك مهم، يفرق في نفسيتي بشكل فظيع. 7.25 في كل يوم ممكن ينزل لكم مقطع 7.25. تصدقون الله يعطيه الف عافيه جارنا، شكرا يا جارنا، شكرا، يعطيه الف عافيه. شافني من بعيد قال سامع احسك متقروش تبي اساعد، قلت يا ولد تكفى تكفى يا الجار. خي الله، نعمه الجيران حلوه يا اخي. بدايه يا جماعه الخير، لازم نشيل كل شيء موجود في جوا السياره. بسم الله. وش ذا؟ سيارة هنا، أقول لك ما يخطر على، استغفر الله. ها كل شيء، كل شيء، كل شيء. بس كذا يكفي يا جماعة الخير، أتوقع ما يحتاج نسوي يعني ننظف كل شيء، أهم شيء بس الجهة اللي هنا عشان بس نشوف السيارة من هنا. الحين راح نفتح الكبوت بإذن الله ونشوف وش الأشياء اللي تنقص السيارة من قدام قبل ما نبدأ ونوصل الكهرباء. يوسف بالله ارفع معي.
ايوه يا سلام. عندنا يوسف هنا يحتاج بلف راجع، يبغانا نعاير الزيت برضه قبل ما نشغل، ويبغانا ننفخ هذا نطلع كل الوسخ. خلنا نبدأ وشي ننفخ. شغلة مهمة نقفل بلف الراجع عشان ما يدخل الغبار. يبغالها مويه وصابون، لأن قسم بالله العظيم ياهي في تراب ماسك بشكل كبير، شوفه ما ينفك هذا، يبغالها فرك، ولكن بنخليه حق يعني خليه لين بعدين بإذن الله. طيب شيك وشي، شوف غطى الزيت اوكي، ولكن الزيت برضه يحتاجنا نعايره ومغيره، ولكن مشكلته انه مكسور من هنا. ثاني يا جماعه الخير راح نفك الحين العلبه هذه، لان اذا فكينا العلبه هذه بننظف الارماس اللي موجود هنا. هذا الارماس اللي هو حساس الهواء عشان ما يتحسس الموتر ويصير تفتح. مرتخي بعد الارماس، حلو. شوف يا جماعة الخير هذا الارماس، طبعا في نفس الشعرة موجودة جوا، هذه حقت حساس الهواء، لازم ننظفها بخاخ، يعني مو بالهواء ننظفها، ننظفها بالبخاخ حقه. راح اجيب بخاخ حقه الحين وننظف القطعة من جوا بإذن الواحد الحد. طبعا البخاخ راح نستخدمه اليوم اللي هو هذا يا جماعة الخير، نجيب البخاخ ونرش من بعيد بنفس الاسلوب هذا وننظف الحساس من جوا بس كذا، بعده نخليه ينشف على هذه الحالة، وبعده قبل عملية التشغيل لازم نسوي الحركة هذه عشان ما يتحسس الموتر وتكون في تفتفة أو يخرب نفس الإرماس. طيب يا جماعة الخير شوف الفلتر، يا ساتر منتهي منتهي، راح نشيل الفلتر بشكل كامل، راح نخليه بدون فلتر في البداية عشان ما منه فائدة إنه يكون موجود، وآخر شيء يجمع تراب. شوف كيف منتهي، مرة منتهي، نرميه خليص في يدك عشان ما يمليك. شوفوا كيف الغبار اللي جوا. بعد الله يسلمكم يا جماعة الخير راح نفك القطعة هذه برضو عشان ننظف اللي موجودة جوا عشان ما تدخل هواء في نفس الثلاجة حقت المرسيدس. راح الحين يا جماعة الخير نجرب نوصل السيارة بالكهرب ونشوف هل راح تشتغل أو لا. أتوقع أنها ممكن تكون عاضة، ممكن تكون فيوزات هنا ناقصة، قلنا نكملها نشبك إن شاء الله. بطارية برضو فيها كهرب، والله فيها تصدق وصل كهرب. عطني مطرقة أي خاص. أيوة طلع الحين عداد الكيلووات، كم ماشية السيارة، لها صيانة ما أدري وش ذي، هذه وش هي، ذكر نعلق كذا ونضغط ضغطة. أوب 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 أوب. يوسف في صوت طرمبة شيء كذا، في صوت طرمبة ولا ما في؟ صح ماشية 237 في الماكينة الدور. طيب المشكلة في البنزين واضحة، يا ما في بنزين يا ما في طرمبة نهائيا، لما سمعنا وزة البنزين. الشيء الثاني دقيقة فكر الباب يوسف، في المرسيدس ترى ممكن عشان انفتح من غير مفتاح، في نظام يا جماعة خير في مرسيدس اذا فتحته، اي اذا فتحته بالريموت او بالمفتاح. فك الباب يوسف، شوف لازم تقفل بعدين تفتح بعد. ايوه اشر قفل كامل هذا، اتذكر في نظام كذا يفتح الدرايش. ما افتح اوكي، شوف اشر هنا في الاشر، يعني قاعد افتح. يبغانا نروح نفتحه من هناك. لا عكس لا كذا يقفل. اي لا لا قفل قفل، هذه معلقه هنا بس عالقه، يبغى اروح مع الجهه الثانيه افتحها. الحين جماعة خير راح نركب العفريتة ونرفع السيارة عشان نشوف الطرمبة، ولكن أول شيء صح خلينا نرفع السيارة على الجير، نخليها عالقة على الجير، نخليه بي. نحتاج الحين جحش عشان نضمن السيارة ما تتحرك. اخ والله ما في طرمبة، تصدق طرمبة مقصوصة يا جماعة الخير.
بسم الله الرحمن الرحيم. لازم نرفع السيارة شوي. بعده نثبت. شوف المشكلة يا جماعة الخير، ريات الطرمبة متقطعة وما هي موجودة الطرمبة، فيبغالنا الحين طرمبة ونركب الليات عشان نقدر نوصل البنزين من السيارة. بروح الحين يا جماعة الخير أحد التشاليح نشوف إن طرمبة بنزين عشان نركبها على السيارة. الله يعيننا بس فعلا كيف موقف يا ساتر. صباح الخير يا جماعة الخير، يوم الثاني اليوم، والله لازم نركب طرمبة البنزين وغير طرمبة البنزين يا جماعة الخير. لازم ننظف الدعسة والأشياء الموجودة هنا. ركز معي، هذه تحتاج تنظيف لأن أمس نفخنا المكان هذا. ننظف عشان ما تدخل على الدعسة حقة السيارة. برضو يبغى النتيلة نركبها للبلف الراجع، وأنا برضو نغسل الوسخ اللي هنا موجود، ممكن نغسله بالمكينة حقة الموية ونترك السيارة تنشف. ما راح تدخل موية جوا لأن السيارة باردة، برضو راح تستمر باردة ولكن تحتاج غسيل بالموية حرفيا. ليه غسيل بالموية يا جماعة الخير؟ لأن في زيوت ونبغى نعرف هل في تهريب برضو زيادة. ما ينفع الموتر نشغله بالزيت هذا، لازم نزود عليه زيت شوي. ما نقدر، ما عندنا مكينة سحب ولا في سرة بنفكها له من تحت. مرسد احسن شيء انك تسحبه، نعبي زيت شوي عشان بس يكون لزج شوي ونشغل فيه السيارة وما فيه الا العافية ان شاء الله. اول شيء راح نقفل الفتحة دي حق الهواء اللي هنا. بعد يا جماعة خير نقفل علبة الكهرب البعيدة اللي هناك. كذا ممكن يا جماعة الخير أغلب الأشياء تقفلت، الأشياء اللي راح تسبب ضرر لسه كذي ما راح تسبب ضرر. هنا ممكن لا، هنا نحاول ما نضغط عليه بالمويه، هنا فرق حول الزيت، هنا برضو منطقة هذه فرق. نبدأ الحين. أنا والله ما أعرف أشتغل بمكان كذا يكون وصل، تبهذلني والله مرة. السلام عليكم، صباح الخير يا جماعة الخير، كيف حالكم؟ طيبين؟ والله العظيم يا أني تعبت تعب مو طبيعي، قسم بالله العظيم عضلات جسمي كلها ما شيلها بسبب الدفدفة والشيل والحط، ولكن الله يعين. المهم يا جماعة الخير، من الحين اليوم هو يوم السبت. إيه اليوم السبت، خلنا السبت، أمس كان جمعة. لا إله إلا الله، جيت برفع السيارة ما قدرت أرفعها، أو كنت خايف إن السيارة ما ارتفعت وعندي الجحوش ناقصة. بنروح الحين للصناعية بإذن الله أنها فاتحة، ونشتري لنا الله يسلمه لكم عفريتة، نبغى تمساح كبيرة. ذا المرة راح ناخذ تمساح كبيرة، راح ناخذ جحشين زيادة من باب الأمان، قسم بالله العظيم كلها 400-500 ريال، ولكن في سبيل الأمان شيء مرة مهم، إنه لو طاحت عليك راح تنقهر إنك ما دفعت لا 400 ولا 500. طبعا ما يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. نتجه الآن للصناعية. طيب يا جماعة الخير، اللي سألون في المقطع اللي فات أسامة وش كان موجود في السيارة، وش اللي شفته وارتعبت كذا وصارت لك قروشة؟ جماعة الخير تعالوا أوريكم إياه. بسم الله. هذا اللي يا جماعة الخير كان قاعد جوا السيارة كذا مربوط، ما أدري جاي، فخرش جد جدي حرفيا بشكل فظيع. وللتنويه للمرة المليون، قسم بالله العظيم يا جماعة الخير، المرسيدس هذا والله، هذا المرسيدس القديم اللي اشتغلنا عليه، هذا اللي كان هنا، هذا واحد ثاني نهائيا. السؤال الثاني اللي يجيني في الكومنتات، وسام المرسيدسات هذه لكم؟ جماعة الخير اكيد لنا، بما اني دخلتها جوا البيت وقاعد اشتغل عليها وادفع عليها مبلغ، فاكيد ان السيارات لنا. يب، لان التساؤلات هذه كثيرة مرة، حبيت اني انهيها. الشيء الثاني يا الربع، متابعين السيارات غريبين. يب، لان التساؤلات هذه كثيرة مرة، حبيت اني انهيها. الشيء الثاني يا الربع، متابعين السيارات غريبين. مو غريبين يعني، في شيء عندهم. وش هي جماعة الخير؟ حقين السيارات كلهم لازم يعرفون، كلهم يعني، مستحيل واحد يقولك لا والله ما أعرف، لازم يتفلسف عليك. فلاحظ في بعض الكومنتات أسامة لا تحط في الموية. جماعة الخير ترى أفهم في السيارات من زمان، من زمان أفهم فك وربط وأشياء، من زمان، من زمان مرة مرة مرة، من زمان مرة، درجة البيت يوصوني سيارة خربت. شي أسامة بالله شوف ايش فيها، أخويا يتعطلون على الطريق، أسامة بالله سيارة طلعت صوت الفلاني هذا، وش ظنك في السيارة؟ يعني لا تحسبون الموضوع اني ما أفهم، لا أفهم بعض الأشياء عاد، أنا ممكن سهوا تسقط سهوا حرفيا، ولكن بنسبة 80-90% على تخصصي مختلف مرة. أنا تخصصي أمن سبراني،
مختلف مرة عن تخصص السيارات، ولكن أنا في السيارات لدرجة أني كنت بدرس مع أحد مهني أول ميكانيكا، ولكن الوالد عاية قال مستحيل، انس ميكانيكا انس. يب يا جماعة الخير، الحمد لله عاد أني ما درست ميكانيكا، يعني الحمد لله رحت من سبراني والأمور زينة. يب أخذنا العفريتة ذي يا جماعة الخير، ولكن ما حصلنا جحوش، ورنا عفريتة بعني. يا سلام، عفريتة هذه 3 طن، إن شاء الله أنها ترفع السيارة بشكل كويس ورعانا في السعر، الله يعطيه العافية. سلام. طيب وش نسويه؟ نلبس بلوفر، هذا لازم بلوفر يا جماعة الخير، عشان هذا بلوفر صار بلوفر الشغل. ننزل الحين عفريتة ونبدأ نشتغل على محلنا. لايك اشتراك، ترى هذا شيء مهم مهم مرة. بوكسينج العفريتة الجديدة، بسم الله ما شاء الله، وكالة وكالة، اللهم بارك لي فيما رزقتني، يا الله يا رب اجعلها انها ترفع الجي كلاس، ترفع المرسيدسات وتغير بس كفراتها، ما فيها اي شيء. يا رب ان شاء الله اني ارفع فيها بيت المستقبل وارفع فيها يا الله يا رب بارك لنا فيما رزقتنا يا رب. بسم الله كذا تركب شوفر لانه باين ولا لا، شو بدخل حديد هذا كذا، بعده تجيب المسمار، دخل المسمار للاخير تربطه بس خلاص. بسم الله طيب يا جماعة خير، هذه الطرمبة اللي راح نركبها، برضو هذا الصباية اللي راح نركبها وندخل الحين نشتغل عليها. يا عيال شوف هذا اللي هذا يابس مره مره مره، يبغى له فك تغيير، وعندنا هذا برضه ولكن شكله بنجيب، لا ولا ما ينفع، خاف في بنزين برضه يهرب، هذا يبغى له تليين، لكن ما ادري ايش الطريقه المناسبه عشان يدخل فيه نفسه هذا، لكن هذاك منتهي مره، هذا يبغى له تغيير كامل، شوفوا مو لي ابد ابد تغيره، يبغالنا نفكه بس باذن الله نغيرها الحين. بسم الله. طيب يا جماعة الخير، اللي سويناه قبل شوي عيت تتفكك الليات، وقررنا ان نسخنها بالنار، سخنتها بالنار، ما قدرت والله صور، لان قعدت مقارب نص ساعة او 40 دقيقة، سخنتها بالنار والحين راح نمدد لها سلاك باذن الله ونركبها ان شاء الله، وبتضبط باذن الواحد الحد. كل سلك اتذكر له قوة معينة، ما ينفع ان نخربط بينهن، ولكن راح نخليها تسليك، يعني ابو أبو يعني يوم يومين حق تشغيله عشان نشوف وش في السيارة بالضبط. بس طيب يا جماعة الخير، ركبناها وصلنا الأسلاك، ولكن بطريقة بدائية عشان نعرف الموجب والسالب داخل الطرمبة، بشغل الحين ونشوف هل راح يطلع صوت الطرمبة أو لا. عليكم من الحوسة، والله تأخرنا الساعة 9 الصبح، الساعة 5 أنا تحت السيارة. طيب أول شيء نخلي السويتش شغال، أوكي السويتش شغال، نروح الآن يا جماعة الخير نشبك بس سلك البطارية ونتأكد هل في صوت أو لا. قول بسم الله. طيب 1 2 ما اشتغل، ما في صوت، جرب الحين مرة ثانية ان شاء الله انه يطلع صوت.